بس المشكله احنا كمصريين ان احنا اللي هو ان احنا نقطع المترو خالص، يعني نعمل اضراب عن المترو عشان خاطر التذكره تنزل لمستوى الطبيعي تاني. لكن احنا كمصريين بنستسلم عادي للامر الواقع. طيب في حلول تاني غير انك تقطع المترو مثلا او غير انك تركبوش؟ ولا ليها اي حل، يعني احنا كمصريين ما ينفعش معنا اي حل تاني. طيب تحب تقول ايه للمسؤولين اللي غلوا التذكره؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انضم الي للنقاش حول هذا الخبر من القاهره صديق العسوي الصحفي المتخصص في مجال النقل. اهلا بك معنا سيد صديق. اهلا وسهلا فندم. انضم الي ايضا عبر الهاتف صابر ابو الفتوح عضو البرلمان المصري سابقا. اهلا بك معنا سيد صابر. اهلا بك يا دكتور. ابدا معك سيد صديق، عندما نستمع الى رئيس الوزراء وهو يتحدث لا يمكن ان تظل الحكومه في تقديم خدمه بنفس الاسعار، لماذا؟ هو طبعا انا هتكلم من منطلق اني صحفي متخصص في مجال النقل و بغطي اخبار الوزاره منذ سنوات. نعم. انا لن اقف في خندق المدافع عن الحكومه او المعارض لها. نعم. لكن انا هتكلم من ناحيه تخصصيه بحته. هو فعلا مترو الانفاق بيخسر ومش من النهارده. حجم الخسائر زاد من بعد ثوره 25 يناير واستمر لحد النهارده حتى بعد 30 يونيو. رئيس شركه المترو في حوار معاه قريب جدا كنت لسه عامله قال احنا بنخسر 20 مليون شهريا، وطلع وزير النقل ووزراء نقل سابقون، مش وزير النقل ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله، اقر نفس كلام رئيس شركه المترو اللي هو المهندس علي فضالي، ولازالت الشركه نزيف الخسائر لازال مستمر حتى الان. فمن المنطقي رفع وتحريك سعر التذكره الان واليوم قبل الغد. طيب قبل ان نتحدث في الحلول سيد صديق، دعني استفسر منك كصحفي مختص كما ذكرت في اسباب الخساره، يعني انت ذكرت انها ظهرت بعد ثوره يناير واستمرت حتى بعد 30/6، ما هي اسباب الخساره في هذا القطاع؟ اسباب الخساره من وجهه نظر المسؤولين في شركه المترو ان الإيرادات اللي بتدخل المترو ما بتغطيش المصروفات في مرتبات وأجور موظفين، في صيانة، في كهرباء، في مية، في شركات نظافة، في يعني المترو بيصرف ملايين قصاد إنه بيدخل. يعني هو بيتكلم على إن بيركب المترو يوميا من 2 مليون ل 2.5 أو 3 مليون كحد أقصى. نسبة التهرب وحدها من دفع التذاكر نسبة كبيرة، أنا يعني غير متذكرها الآن، ده بسبب إن الماكينات اللي هي المكن الجديد اللي شغال أو القديم في يعني نوع من أنواع يعني بيسهل موضوع التهرب ده، بيسهل موضوع التهرب والتسرب من التذاكر، وده بيضيع على المترو حاجات كتير قوي قوي قوي. واعتقد ان في تقرير تم رفعه لوزير النقل منذ سنوات بيبين الكلام ده. طيب ابقى مع سيد صديق، ساعود اليك مره اخرى، وسؤالي لك سيد صابر ابو الفتوح، اسباب الخساره وفقا لما راه السيد صديق على لسان المسؤولين ان الايرادات لا تغطي المصروفات ونسبه التهرب كبيره ولا محاله من رفع اسعار تذاكر مترو الانفاق، كيف رايت تصريحات رئيس الوزراء وايضا فكره الخسائر في قطاع مترو الانفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه بقول لشريف اسماعيل الصايع الضايع ولا زعيم عصابه العسكر عبد الفتاح السيسي مش قد الشيله سيبها وارحل. الدكتور محمد مرسي لما كان بيتفاوض مع صندوق النقد الدولي كان بيرفض اي ضغوط من صندوق النقد الدولي تيجي على الفقراء، لكن احنا بنشوف شريف اسماعيل وعبد الفتاح السيسي كل حاجه عاوز يعوضها من جيوب الفقراء عشان يسد العجز في الموازنه. ليس من المعقول ان يتم رفع الاسعار قائم المترو او رغيف العيش او الاكل والشرب بتاع الغلابه في ظل جمود المرتبات اللي مش عاوز يزودها عبد الفتاح السيسي، في ظل التضخم المتزايد وانهيار. طيب ولكن سيد صابر، يعني يبدو من كلام السيد صديق ومن تصريحات بعض المسؤولين ان هناك اسباب فنيه لا تتعلق بالاوضاع السياسيه في البلاد، يعني هو يتحدث عن الايرادات لا تغطي المصروفات وعن اسباب في التهرب من دفع التذاكر لخلل في الماكينات المنوط بها تحصيل هذه الرسوم. يعني لما يبقى في ماكينات يعني مخربه او ما فيهاش صيانه
بتتسبب في عجز للإيرادات اليومية لمترو الأنفاق. يبقى ده العيب والمسؤولية على مين؟ على المواطن الغلبان الملتزم ولا على الدولة الفاشلة اللي مش قادرة تعمل منظومة صيانة حقيقية؟ وبالتالي تعوض العجز والخسارة في مترو الأنفاق من جنوب الغلابة وتبقى تذكرة المترو بخمسة جنيهات. أنا بقول لحضرتك المنظومة ليست منظومة سياسية زي ما حضرتك بتقول، المنظومة منظومة فساد كاملة سياسية واقتصادية واجتماعية. عجز الموازنة العامة اللي بيعوضوا السيسي من جنوب الغلابة ليس هو الحل. طيب. الحل في إنتاج، الحل في منظومة اجتماعية صحيحة، الحل في إنهاء حالة الانقلاب العسكري اللي منيت بها البلد. نعم. هو الدكتور محمد مرسي لما كان بيحط مشروع النهضة بتاعه كان قائم على جنوب الغلابة ولا كان قائم على إنتاجية حقيقية وعلى مشروعات تتعمل وعلى استثمارات تضخ؟ طيب. في البلد وعلى مشروعات. سؤالي لك سيد صابر، في عهد الدكتور محمد مرسي هل كان قطاع المترو يخسر أم توقفت الخسارة في هذا العام؟ بالتأكيد كان بيخسر، لكن ما فكرش الدكتور محمد مرسي انه هو يعوض الخسارة من جنوب الغلابة. طيب. بالتأكيد كان قطاع الغزل والنسيج بيخسر، لكن الدكتور محمد مرسي فكر في تطوير منظومة الغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة فيها وفتح أفراد جديدة للاستثمار. ما قالش أبدا ان نجعل جنوب الغلابة، على الرغم من كل هذه الخسارات كانت المركز. شكرك شكرا جزيلا صابر أبو الفتوح، عضو البرلمان المصري في الخارج وعضو البرلمان سابقا، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلي عبر سكايب سمية الجنيني الإعلامية والناشطة السياسية، أهلا بك معنا. أهلا بك يا دكتور أسامة وبضيوفك ومشاهدينك الكرام. نعم، يعني سأعود إليك، ولكن سؤالي لك سيد صديق، يعني الحديث هنا أن هناك أسباب تتعلق بعدم محاربة الفساد في قطاع مترو الأنفاق، وهي ما ذهبت بالحكومة الآن إلى الضغط على المواطن مرة أخرى، ما تعليقك؟ في البداية قبل تعليق أنا بسجل اعتراضي على كلام النائب السابق، هو يذهب إلى الحديث لتسييس الأمور تماما. نحن يعني لسنا في موضع اتهام، ولرئيس الجمهورية مهما كان هو رئيس الجمهورية الحالي وعلى الأرض هو رئيس الجمهورية، فإحنا ما بنتكلمش. أنا عايز أوضح حاجة قبل التعليق، هذه الأزمة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي عهده كان وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف وهو أحد قيادات الإخوان المسلمين كان على رأس الوزارة، وقدم له نفس الاقتراح لزيادة سعر التذكرة وأعتقد أنه كان موافق ولم ينفذ، وهذا الأمر كان في طريقه للتنفيذ ولكنه لم ينفذ. الموضوع ليس في تحت رئاسة فلان أو علان. طيب، يعني هو أنا سألت السيد صابر عن هذا السؤال، هل كان قطاع يخسر في عهد الرئيس محمد مرسي أم لا، وذكر أنه كان يخسر لكن الحكومة في هذا التوقيت لم تلجأ للضغط على المواطن. هنا أعود للسؤال مرة أخرى، لا 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 برأيك، برأيك يعني أنا لا أقيم معك الآن فترة مرسي والخسارة في عهدي، أنا أسألك عن فكرة أن هناك وجهة نظر أن ما يحدث في قطاع مترو الأنفاق وأن تلجأ الحكومة لفكرة رفع التذاكر هو بسبب عدم مواجهة الفساد الموجود في هذا القطاع، ما تعليق؟ طب ما لو اعتبرنا كلامك صحيح، هذا الفساد موجود في كان في عهد الرئيس مرسي وفي عهد الوزير الإخواني دكتور حاتم عبد اللطيف. طيب والآن هل هو موجود بالفعل أم لا؟ كان موجودا ومستمر ولكن ليس كما كان سابقا، يعني انصافا واحقاقا للحق كان ايام عهد الاخوان كان اكثر من الايام الحاليه. الفساد في عهد الاخوان كان اكثر في قطاع مترو الانفاق؟ لا، انا اتحدث عن المترو، انا اتحدث عما اعلمه جيدا. انا اتحدث عن فتره ما بعد ثوره 25 يناير وما شابها من. أنا أسألك عما تعلمه جيدا يا سيدي، أسألك عن قطاع مترو الأنفاق، أنت تقول أن الفساد في عهد الإخوان كان أكثر من الفساد الآن في هذا القطاع. بالطبع هذا كان واقع. طيب. لظروف البلد أنذاك. سأعود إليك مرة أخرى سيد صديق العسوي. أستاذة سمية الجنيني، يعني تعليقك على هذه الجزئية، إذا هناك فساد في قطاع مترو الأنفاق وكانت حكومة هشام قنديل ستلجأ للضغط على المواطن أيضا وفقا لما قاله ضيفي، وأضاف أيضا أن الفساد في عهد الإخوان في هذا القطاع كان أكبر نظرا لظروف البلاد، ما تعليقك؟ هو مفيش قرائن طبعا ولا دلائل بتدل على ان عهد دكتور مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل كانت فاسدة او كانت زي الحال دلوقتي انها سايبة الفساد يسري في جسد البلد، لكن علشان ما نسيسش القضية بالرغم
رغم ان هي كلها سياسات مرتبطه ببعضها، مش هقول لا حكومه مرسي او حكومه السيسي، انا هقول ان الاداره الحاليه للبلاد هي فاشله تماما، وكل اللي بتقدر عليه دايما بتبص على جيب المواطن الفقير. اي قرار بتحب تاخده او اي بديل او اي حل بيكون دايما الحل اللي بيطرق لدماغ الحكومة دي هي اجيب المواطن، ازاي تشيل الدعم، ازاي تحمله خسارتها اللي هي بسبب فشلها وفشل الكفاءة، ما عندهمش كفاءة ادارية بسبب. طيب عندما تواجه الحكومة ان الايرادات في قطاع مترو الانفاق لا تغطي المصروفات، وان هناك اعطال في بعض الماكينات المنوط بها تحصيل الرسوم، وهناك تهرب كبير وفقا لما ذكره ضيفي السيد صديق العيسوي، يعني اين الفشل إذن لدى الحكومة في مواجهة هذه المشكلات؟ لا احنا بنتكلم في الفشل العام اللي بيبقى موجود دلوقتي في كل القطاعات، اللي بسببه كل موجة الغلاء الكبيرة من اول تذكرة المترو لحد العلاج لحد كل حاجة، المستشفيات المهملة، التعليم المهمل، يعني حتى في 2014 يعني من الفلوم بيرج قالت اشارت ان في عندنا مشكله في التعليم، والمشكله في التعليم هو قال ان احنا محتاجين 30,000 معلم وما قدرش ان هو يوفر لهم في الموازنه. طيب. كذلك الصناديق المغلقه، كذلك الضريبه التصاعديه اللي احنا طالبنا بيها ما خدش بيها، كذلك الكشوفات كلها والبيانات اللي خرج بيها جنينه المستشار جنينه تم طبعا التحقيق معاه هو عشان كشف الفساد، فهو دي الحكومه ما بتحاربش الفساد اصلا، ما فيش اي دليل يقول انها بتحارب. طيب. الفساد. سأعود اليك مره اخرى، كل المليارات اللي دخلت صديق العيسوي مره اخرى، يعني حتى التقرير الشارع الذي استعرضناه لاراء بعض المواطنين كان معظم الحديث لا مش هنركب مترو الانفاق لو التذكره اصبحت بخمسة جنيهات. هنا سؤالي لك، لماذا توجه الحكومه دائما الحلول تجاه جيب المواطن المصري البسيط؟ معذرة، كان لزميلي الذي عد هذا التقرير أن يأتي بوجهة نظر الآخرين سواء المؤيدين أو المعارضين، ولكنه تبنى وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر المعارضين. أنت تعلم يا سيدي أن تقارير الشارع عندما تتحدث عن توجيه التقرير ربما تتحدث عن تقرير تلفزيوني مثلا، ولكن عندما يتم تصوير تقرير في الشارع مع مواطنين مختلفين وأشكال وأعمار مختلفة، بالتأكيد يصعب بشكل كبير أن يتم انتقاء كل هؤلاء لتوجيههم للحديث برؤية واحدة. صديق العزيز، ألا يوجد شخص واحد أو مواطن واحد يقر هذه الزيادة؟ يعني وهل تظن أن هناك مواطن مصري يركب مترو الأنفاق سيرحب أن بدلا من التذكرة جنيه ستكون خمسة جنيهات فيقف سعيد وسط الشارع ويقول نعم أنا مع هذا الأمر؟ يعني بالمنطق والعقل بعيدا عن أي شيء، لا يمكن لأي شخص من باب التوفير حتى. أستاذنا، هناك فرق في طريقة إلقاء السؤال. أنا سبق لي وعملت تقرير من قلب المترو مش في الشارع زي ما أنتوا عملتوا، نزلت المترو وخدت كاميرا التحرير الجرنان اللي أنا شغال فيه. التقرير كان من داخل المترو أيضا، كانت هناك مشاهد من داخل على الرصيف، من رصيف القطار، ونقلت وجهة نظر المؤيد والمعارض، وجهة نظر المؤيد للقرار، لكني لم أقل خمس جنيهات، وهذا الكلام يعني برضو غير صحيح بالمرة. هناك زيادة فعلا وأنا مع الزيادة، ولكن ليست خمس جنيهات، ولم يقر أحد من المسؤولين أو أي مصدر مسؤول سواء في شركة المترو أو في وزارة النقل موضوع الخمس جنيهات، ولكنها كلها مصادر وعلى لسان مصادر مجهلة قيمة التذكرة اللي تصل خمس جنيهات. لكن أنا مع أن تحريك سعر التذكرة الآن، ولكن خمسة جنيهات فقط للتوضيح، هو البرلمان المصري الآن وتحدثت عن موافقة لجنة النقل في البرلمان على فكرة رفع التذكرة لخمسة جنيهات، والحكومة وفقا للسيد حسام قويش قال أنه لم يتم تحديد موعد البدء في تنفيذ السعر الجديد. عزيزي، أنا أول من نقلت خبر رفع أو أن البرلمان موافق على رفع سعر التذكرة لخمس جنيهات، ارجع لموقع التحرير الإخباري هتلاقي أنا جايب تصريح من يومين بالضبط على لسان اللواء سعيد طعيمة قال فيه بالحرف الواحد: نحن موافقون على رفع سعر التذكرة تدريجيا من
2 جنيه ل 5 جنيه هذا في المتن. اقرا هذا الخبر جيدا هتلاقي انا اللي كاتبه وقال فيه تبدا من 2 جنيه وتنتهي تدريجيا ل 5 جنيه، لكن لم يقل نبدا ب 5 جنيه. طيب يعني انت مع رفع التذاكر على المواطن؟ انا مع رفع ولكن لا تصل ل 5 جنيهات. انا سبق وعملت موضوع، جبت خبراء نقل تحدثت عن ان الزياد 25 قرش 25 قرش هتسد العجز او هتمنع الخسائر بتاعه المترو. طيب يعني اعود لك سمية جناني مره اخرى، ابقى مع سيد صديق. هل الحل بالفعل هو رفع تذاكر المترو حتى ولو كانت تدريجيا بهذا الشكل؟ انا عايزه اضيف بس لكلام الاستاذ ان اللواء طعيمه المسؤول عن لجنه النقل بالبرلمان قال فعلا انها هتزيد تدريجيا، بس في نفس الوقت اشار ان ده شيء مش سهل وان لازم في احتياطات امنيه لان ده ممكن يؤدي لثوره عريقه وانفجار شعبي، وده مكتوب في المتن اللي هو بيقول عليه. بس ارجع لسؤال حضرتك، حضرتك ممكن تعيد السؤال؟ نعم، اسالك عن هل وجهه نظرك ان رفع التذاكر على المواطن حتى لو كانت تدريجيا هو الحل الامثل لعلاج خساره قطاع مترو الانفاق في مصر؟ لا طبعا. ليه؟ يعني هو مشكله المواطن الغلبان ده ايه؟ يعني هو كل مشكله تتحط فوق دماغه، ما كفايه اللي هو فيه، ما كفايه الاكل الغالي، وكفايه العلاج اللي ارتفع 100%، وكفايه الفقر اللي هو فيه ومش لاقي، ليه هو يعوض الخساره؟ احنا خلاص اتعمل المترو، لما كانت شركه فرنسيه تعمل المترو احنا دفعنا ثمنه كمواطنين من الضرائب بتاعتنا، واحنا بندفع ضرائب وغيرنا ما بيدفعش، يعني الشرطه ما بتدفعش، الجيش ما بيدفعش، النيابه، القضاه اللي بيزيد مرتبهم باستمرار كل شهر تقريبا، اللي بياخدوا نسبه علاج بيتعالجوا على نفقه الدوله، احنا بندفع مواصلات وبنتعالج على حسابنا وبنعلم اولادنا على حسابنا وكل حاجه على حسابنا. ليه؟ يعني في الدستور بيقول ان في فئه مميزه عن فئه، الشعب كله واحد بكل فئاته، فما فيش حد اسمه معفي من انه يدفع وحد لا. انا عايز ترفع وعايز تحل ازمتك، هات الضرايب اللي متهربه من ضمنها اللي عند ساويرس عنده 17 مليار دكتور بورسي طلب منه يسددها، دفع 3 وتهرب من الباقي، وكذلك الصناديق المغلقه اللي فيها مئات المليارات محدش يعرف عنها حاجه، اللي المفروض تخش في موازنه الدوله، فين ال 90 فين 60 مليار اللي دخلوا من الخليج؟ فين ال 9 مليار ونص اللي دخلوا من حرب اللي كانت وديعه من حرب الخليج؟ فين كل الاموال دي؟ فين الفلوس اللي فين منجم الذهب اللي مفتوح؟ طيب. فين منجم الحمامه اللي لسه مفتوح قريب؟ منجم السكري تاني اكبر منجم موجود؟ فين مواردنا التانيه؟ احنا ليه كل مواردنا بتعتمد على الضرايب فقط؟ في بلد محترمه بتعتمد مواردها على ضرايب، على ضرايب كمان من جيب المواطن الفقير. طيب اعود لك يا سيد صديق العيساوي مره اخرى، نشرت تقارير صحفيه في الايام الماضيه وتحدثت ان هناك بعض النصائح من جهات امنيه لرئاسه الجمهوريه الان بعدم رفع تذاكر المترو لان هذا ممكن ان يخفض من شعبيه عبد الفتاح السيسي في الشارع المصري، ما تعليقك؟ اعتقد انتم متابعين جريده التحرير جيدا، ان الخبر ده نشر برضه في موقع التحرير ولكن لم يؤكد الداخليه نفت هذا الخبر. قيل ان وزير النقل ارسل لوزير الداخليه يشوف رايه في موضوع رفع التذكره، لكن الوزير رفض، لكن هذه ليست معلومات مؤكده، لكن قيل ذلك، قيل ذلك، وقيل ان الشارع المصري ليس مجهزا الان لرفع سعر تذكره المترو. طيب هناك وجهة نظر ذكرها ضيف السيد صبر الفتوح وأكدت عليها أيضا ضيفتنا عبر سكايب الأستاذة سمية الجنيني، وهي فكرة مرة أخرى هناك موارد كثيرة يمكن للدولة والحكومة أن تحل بها خسارة قطاع المترو غير أن تذهب وتفرض تذاكر أو رسوم جديدة على المواطن المصري، تعليقك؟ ممكن سيادة النائب والدكتورة يقول لنا إيه هي الموارد دي؟ أنا عن نفسي يعني متابع للقطاع بقالي 5 سنين ما اعرفش الموارد دي ايه هي بالظبط. انت استمعت الى مداخله الاستاذه سمية الجناني، هي تحدثت عن امثله كثيره. مثل؟ طب اعود اليها مره اخرى استاذه سمية، يعني كنت تتحدثين عن موارد كثيره غير الذهاب الى جيب المواطن المصري، لو تعيدها مره اخرى. السنه دي المغلقه
الضرائب المهربه اللي رجال الاعمال متهربه منها، مثال 17 مليار عند ساويرس، الضرائب اللي اتلغت اللي اسمها ضريبه الارباح التجاريه على البورصه، هيئه الاراضي الاستثماريه وهيئه الاراضي رصدت ان في مليارات للاراضي واخدينها فقط 10 شخصيات، في الشركه الكويتيه كمان عن الكويتيه اخذت اراضي في العياط قيمتها وصلت 36 مليار. اما بالنسبه للحلول اللي ممكن تكون في المترو، من حلول كتيره، اولا ممكن يعمل التذكره الموحده زي ما موجوده في لندن واوروبا وموجوده في تركيا. التذكره الموحده بتحل مشاكل كتير، مش كل ازمه الدوله بتحطها على المواطن، حتى لو هي عايزه ترفع السعر ما بترفعوش ولا بتدريجي ولا مش تدريجي، هي بتعمل في نسبه وتناسب، في توازن، في ان انا بعمل تذكره موحده يوميه بيركب بيها كل المواصلات، يعني بياخد الميني باص والميكروباص وبياخد المترو وبياخد الاوتوبيس، يعني بيلف بالتيكت ده في شهري وفي سنوي وفي اسبوعي، كل ده بيوفر للمواطن. نعم، تعليق استاذ صديق. كل حاجه يعني التذكره الموحده لماذا لم تطرح في عهد الرئيس؟ يعني دعنا نتحدث عن الوضع الحالي، دعنا لا نتحدث لا عن حكم مرسي ولا حكم مجلس التذكره ولا نتحدث عن الوضع الحالي. فانا لست في خندق سبق وبدات مداخلتي، انا لست في خندق. انا سؤالي لك من الناحيه الفنيه، انت صحفي مختص في هذا المجال، هل هو حل من الحلول؟ من الناحيه الفنيه شركه مترو الانفاق باخر زياده ليها كانت سنه 2008 كانت 75 قرش وزادت ربع جنيه بقت جنيه ايام وزير النقل الاسبق محمد منصور. منذ ذلك التاريخ لم تطرا اي زياده على تذكره مترو الانفاق، خاصه بعد انشاء خطوط جديده وفتح محطات جديده، والمترو بدل ما كان بيستوعب 1.5 مليون بدا يستوعب 2 مليون و2 مليون ونص، وبتصل في بعض الاوقات الى 3 مليون جنيه. أنا هنا أتحدث عن انهيار مرفق خدمي، المرفق الخدمي الأول في القاهرة. أنا هنا أتحدث عن مواطن يستقل مترو الأنفاق من محطة حلوان، يعني تقديريا كده ممكن يعدي على 20-30 محطة بجنيه واحد، في حين هو لو طلع فوق الأرض وركب أتوبيس هيدفع أكثر من 10 جنيهات. ده لو خد تاكسي ممكن يدخل في 50-60 جنيه. فأنا بتكلم عن الإنصاف فقط لا غير، أنا بتكلم لمصلحة البلد ولمصلحة الشركة ولمصلحة المواطن. أنا مش كصديق، ولكن أنا كمسؤول أو كدولة، إن لم يكن هناك إنصاف من الدولة لدى المواطن لن تسير الحياة ولن يعيش المواطن. أنا بتكلم على، أنا من وجهة نظر الشخصية، جنيه ونص، 2 جنيه كحد اقصى لرفع تذكرة، هذا ما يقبله المواطن محدود الدخل، واحنا كمان احنا غلابه يعني الصحفيين يعتبروا محدود الدخل، الصحفيين الصغيرين مش الكبار. فهو ده رايي يعني. الصحفيين من محدود الدخل، ماذا عن المواطن الذي يسكن العشوائيات؟ الصغيرين، المواطن الذي يسكن العشوائيات لا يركب مترو الانفاق. طيب، يعني دعني اتوقف معك عند فكره ان المواطن يركب من حلوان وينزل بعد مسافه طويله، يعني هذا الامر ليس بدعا ولم تنفرد به مصر، يعني كل الدول الاوروبيه بها هذا الامر وبها وسائل مواصلات كالمترو ووسائل اخرى، ويقطع بها المواطن ايضا يعني عدد كبير من الكيلو مترات. يعني فكره الزياده على المواطن بالتاكيد هناك حلول اخرى علها تظهر في الايام المقبله غير الاصرار على زياده التذكره. اعتقد من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه لا توجد حلول لدى الدوله على الاطلاق سوى تحريك سعر تذكره المترو. اشكرك شكرا جزيلا صديق العيسوي الصحفي المتخصص في مجال النقل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره، واعود اليك مرة أخرى أستاذة سمية. إذن يبدو أن الحكومة ماضية ظلما في هذا الأمر ولا عزاء للمواطن المصري. بالتأكيد، يعني الحكومة ما لها طاري، يعني المواطن هو آخر اهتماماتها،
وعايز عندي رسالة كمان عايز أوصلها، إن في عمال الغزل والمحلة بيستغيثوا، وإن بيحصل ضغوط كبيرة جدا على الموظف على العمال علشان يخفضوا الأجر، ولما بيرفضوا بيترفضوا، وعندهم ما عندهمش تأمينات، وفي جمعية طريقها هتتعمل يوم الأحد الجاي إن شاء الله، وهم عايزين الإعلام يتضامن معاهم لأنهم ضايعين، وكمان دي صناعة مهمة جدا بالنسبة لهم، هم بيتواصلوا معايا، وفي مشكلة كبيرة جدا، مهدد 750 مصنع مهدد بالغلق، وأصحاب المصانع كمان مهددين أمنيا، لو حصل إضراب، وكان بيحصل كان في الأسبوع ده مقرر يحصل إضراب. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة دي فاشلة وفاسدة وما بتحاربش الفساد، وتركة البلد تركة الفساد بيسري في كل جسد البلد، ولا تواجه الإسراف. يعني احنا في غنى خالص عن كل المواكب اللي بتمشي بها الوزراء ويمشي بها السيسي، والسجادة الأحمر بكيلو مترات، والعربيات المرسيدس والهارلي الموتوسيكلات اللي في الموكب بتاعه، ودلوقتي مؤخرا رايح يشتري 4 طيارات، الطيارة الواحدة بمليار، المليار ده ممكن يجهز 50 مستشفى يفرشهم كلهم تماما، وحدك أضرب. نعم، شكرك شكرا جزيلا سمية الجنين الإعلامية والناشطة السياسية، كنت معنا عبر سكايب. محكمة عسكرية، المؤبد لمئات المعارضين في محافظة المنيا. قررت المحكمة العسكرية المنعقدة